فرص متواصلة. هذه كرة أمامية، فرصة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. طبعا الآن احتجاج على الرغة، أيضا دخول داخل منطقة العملية، لأن المراوغة كانت بشكل جميل. هنا الحارس دخل وبعد ذلك تجي إتمام العملية هدف لصالح فريق حسنية أكادير. طبعا كانت متابعة، شاهدوا شاهدوا الوقت اللي غادي يتم توجه نحو المرمى، لانه حتى الان الحكم رداد فهو داخل شباك فريق الجمعيه الرياضيه السلويه. على عيني اذا كان هدف مشروع لفريق الحسنيه سنقول هدفين مقابل هدف واحد. مشاهدونا اذا فريق حسنية أكادير امام فرصه، وحنا كنتابعوا الاعاده كيفاش جا الهدف. يعني كانت تصويبه واضحه من جانب اللاعب بن عزة هشام لاعب الاتحاد البيضاوي. شنو غيكون القرار ديال الحكم؟